أهلا بكم. صندوق النقد الدولي يرحب بالانتعاش الاقتصادي في العراق وانخفاض التضخم إلى 4%، ولكن بالوقت ذاته يدعو الحكومة لاتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على نمو فاتورة الرواتب بالقطاع العام. تأتي هذه الدعوة في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية والأوضاع السياسية الداخلية. أيضاً يعتبر قطاع الرواتب في العراق واحداً من أكبر مجالات الإنفاق الحكومي، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الميزانية العامة ويحد من القدرة على تخصيص الموارد لتنمية القطاعات الحيوية الأخرى. كيف ممكن أن تؤثر فاتورة الرواتب المرتفعة على الاقتصاد العراقي بشكل عام؟ وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة للسيطرة على نمو الرواتب في القطاع العام؟ كل هذه المحاور وغيرها راح نناقشها بملفنا الأول بحلقة اليوم. أهلا بكم. إذن مشاهدينا، محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع الخبير الاقتصادي الأستاذ نبيل جبار العلي. أستاذ نبيل، مرحبا بحضرتك. يا مرحبا، حياكم الله. أهلا بجنابك. أستاذ نبيل، بداية، توقعات صندوق النقد الدولي كانت إيجابية بانتعاش الاقتصاد العراقي وانخفاض مستوى التضخم، على ماذا اعتمد؟ ما هي المعايير التي اعتمد عليها بقراءة هذه المؤشرات، وأيضا قراءتكم كخبراء اقتصاديين للوضع الاقتصادي العراقي؟ تفضل. نعم، بالبداية مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. صندوق النقد أو أي مؤسسة أو منظمة دولية مهتمة بالقضية الاقتصاد دائما تنظر للاقتصاد الكلي. إجت إيرادات عالية، تقول هذه الإيرادات العالية حققت نمو، مؤشرات النمو تقول يابا بتقريرها كذا نمو. إحنا بالعراق يتحدث عن قضية النفط، 3 سنوات تقريبا الأسعار النفطية مرتفعة، انعكاس هذا الأسعار النفطية المرتفعة على الاقتصاد كانت إيجابية، شكلت نمو عالي جدا، وخصوصا من حسب انه هو العراق بلد معتمد بشكل رئيسي يعني النفط، على النفط، فارتفاع النفط راح يبين عنده بنسبه مئويه عاليه. فهذا خلال 3 سنوات، مو وليد هاي اللحظه، خلال 3 سنوات من بدات ترتفع الاسعار النفطيه، يعني منذ 2021 بدات ترتفع، تحسنت الامور الماليه للعراق وبدات مؤشرات النمو تظهر عندك. لكن هو صندوق النقد ايضا حكى عن قضيه مهمه وتقييم مهم، هو يتعلق يعني بقضية السيطرة على التضخم. هذا الكلام موجه للبنك المركزي تقريبا. البنك المركزي سياستين صارت خلال الفترة، سياسة تضخمية وسياسة محاولة تخفض التضخم. السياسة التضخمية اللي السياسة اللي بدأت من 2020 2021 2022، ما بعدها 2023 وهاي 2024 هي سياسة امتصاص التضخم، وهذا شيء ينحسب للبنك المركزي، هذا احنا راضين عنه. لكن النمو مو فضل احد، لا فضل الحكومة السودانية ولا فضل الحكومة الغيرها، معتمد بشكل رئيسي على اسعار النفط. زين، لكن سيطر على التضخم بنقدر نعترف بهذا الفضل على الاقل لسياسة البنك المركزي الجديدة، السياسة الجديدة للبنك المركزي في ظل هذه الحكومة، في ظل هذه الحكومة الأخيرة. طبعًا. زين، شنو اجراءات البنك المركزي ومحاولاته حتى وصل الامر الى انه استطاع ان يخفض من التضخم حتى يصل الى 4%؟ هو عاده الادوات البنوك المركزيه هي الطبع والسعر الفائده. زين، توقف البنك المركزي عن الطبع، هذا الشغله المهمه. كنا نعرف شلون زادت اسعار العقارات خلال هالسنتين، صارت للضعف. ليه صارت للضعف؟ كل المطبوع عندنا بالعراق من 2003 لغايه 2020 المطبوع او حجم النقد المصدر هو 55 تريليون، سنه واحده صار 100 تريليون.
خلال سنه واحده صار 100 تريليون. باي سنه هاي؟ سنه 2021. اها. غيروا الدولار، اسعار الدولار ارتفعت الاسعار، هذا تضخم. زادوا مطبوع، صار عندنا تضخم ثاني. اكثر قطاع امتص التضخم هو عندنا القطاع القطاع العقاري. فهنا الحديث، هذه السياسه حذره، واحنا نتمنى تكون حذره، احنا نخاف لا هم النوبه يحتاجون فلوس ولا بيروحون بهالاتجاه. يعني احنا من خلال القناه نقول انه ابقوا على هذا الحذر، مو تروح الحكومه خاف تحتاج اشكال فلوس بازمه السيوله تروحون تطبعوا لها فلوس تطوها. لا، هذا الموضوع خطر، هذا الموضوع يشكل عندنا تضخم، ويشكل تضخم يزيد من نسبه الفقراء، يزيد من معاناه الناس، قضيه خطره، قضيه السياسه النقديه خطره. هو اريد نوضح انعكاس التضخم على الشارع العراقي والمواطن العراقي بشكل مباشر. تضخم انت عملتك النقديه ما راح تساوى من حيث شرائك للسلع، السلع الحقيقيه، يعني اكو شلون خلينا نقول اكو دخل نقدي واكو دخل حقيقي. انت راتبك مليون، من تزداد اسعار المواد ويزداد التضخم قيمتها ما راح تكون بنفس القيمه اللي كانت عليها، راح يصير تتغير قيمتها الحقيقيه من مليون. وهذا اللي صار في من غيره والدولار للمره الاولى، محاوله عكس الدولار، وهي هم كلفه الحكومه، هذه كلفتها تريليونات وكلفتها معاناه وكلفتها اتهامات سياسيه، لكن هو انعكست بالنتيجه الى انخفاض مستوى التضخم. هذا المستوى مؤشر عندنا محليا في وزاره التخطيط، مؤشر عند الاقتصاديين، وايضا اشرته المؤسسات الدوليه ومن عندها مؤسسه النقد الدولي. جيد. كم عدد موظفي العراق تقريبا اليوم اذا نتكلم عن اعداد الموظفين ونسبه رواتبهم، وكم تشكل مثلا من عبء على الموازنه وتاثيرها؟ وبالتالي البعض يتساءل اليوم انه اذا انخفض سعر النفط بالاعوام المقبله تستطيع الحكومه انه تغطي رواتب الموظفين، شلون راح تتعامل مع هذا الموضوع؟ وهذا هسه الموضوع المهم، يعني هذا الدشيرة تقرير النقد الدولي، انه انت صح امتصيت التضخم وعندك سياسه نقديه معقوله وعندك نمو معقول، تفضل اسعار النفط، لكن انت فاتورتك، الفاتوره العامه للحكومه مرتفعه جدا. فاتوره الرواتب اللي تشكل يعني 70% من الايراد العام. زين. فهذا اي اهتزاز باسعار النفط راح تكون انت ما قادر تغطي بقيه الالتزامات، وممكن تكون عاجز عن سد هذا الرواتب، او تكون انت كريتيكال يعني حرج في قضيه دفع الرواتب. انت ما معقول، ماكو من غير المعقول اي شركه، اي محل، اي قطاع، اي مؤسسه كانت صغيره كانت او كبيره على مستوى الدوله تخصص اغلب مواردها وإيراداتها لدفع الإجور. إيه، بالتالي أي حكومة تجي تقول لك مو أنا معينة هاي الموظفين. هذه قضية تراكمية. شنو الحلول اللي ممكن نسويها؟ هذه قضية تراكمية، قضية تراكمية، وهذه يعني أكبر تحدي للحكومات جميعاً. يعني أي رئيس حكومة كان ما يقدر يبطل موظف واحد، ولا يقدر يقلل الراتب لموظف واحد. بالعكس، الكل يطالب بالزيادة، وكرواتب أصلاً منخفضة، وكرواتب تحتاج تعديل. حتى قضية التعديل إنه أنا أقلل من اصحاب الرواتب المرتفعه اللي حظوا بامتيازات بسبب قوانين، وهيبدا احاول اطيها لهذا، هذا قضيه صعبه عند اي رئيس وزراء او عند اي حكومه. فهنا تبين لازم منه اللي الرئيس القوي اللي يقدر مثلا يعكس السياسات. يعني لازم انت تخلص من حتى هذا. تقليل الرواتب العليا ايش قد يريد ياثر مثلا كنسبه؟ ممكن هاي بعدين تخضع احنا للحسابات، اذا ممكن خفضنا الرواتب جزء ما تقللنا 5%. زين. او 5% فقط 95%. اي جزء احنا مطالبين بزياده للرواتب الضعيفه، جزء نحتاج 10% مثلا. يعني اكو حاله من الفوضى، وهذا اي مو احنا اليوم بالوقت اللي نتحدث به اليوم عن ارتفاع فاتوره الرواتب، عندنا وزارات رواتبها ضعيفه جدا، يعني مثلا الصناعه، الصحه، الغيرها رواتبها منخفضه. بالمجمل هذه الاربع ملايين وربع موظف، واكثر من بحدود 4 ملايين تقريبا، مليونين راتب للرعايه الاجتماعيه، وبحدود 4 ملايين متقاعد على اختلاف انواعهم. يعني ذني الالتزامات الرئيسيه، بالاضافه الى التزام الحكومه ببرنامج السله الغذائيه والبطاقه التومينيه وبرنامج الطاقه وبرنامج الادويه اللي هو يكلفنا بحدود 2 تريليون سنويا، ذني الادويه البسيطه اللي نستوردها. ذني كلهن يشكلن معظم الايرادات. اليوم احنا ايراداتنا استثنائيه باعتبار سعر النفط استثنائي. اي هزه احنا نرجع بس على قد ذني، وعلى قد ذني يعني بس نقدر ندفع مصاريف ذن الرئيسيه دون اي زياده في الموظف، ودون اي زياده، واي وما تصير معك قدره للحكومه لتقديم لتبلط لك شارع 100 متر ما تقول ما عندها قدره، ولا بناء مستوصف صغير. فهي هاي المشكله، انت هذه هاي المشكله الرئيسيه. هاي المشكله الرئيسيه
اللي هي نتيجة يعني سياسات تراكم. إذن يحتاج للحكومات، هذه الحكومة والحكومة اللي بعدها، العمل على خلق إيرادات جديدة للموازنة، وأيضا من الممكن يعني فتح قطاعات صناعية زراعية، قطاع خاص، حتى تشجع الشباب أنه تلتجئ لهذه القطاعات. يعني إذا نجح القطاع الخاص مثلا، بالتالي يمكن الكثير من الموظفين يجوز يطلع تقاعد ويروح يلتجئ للقطاع الخاص. يعني هو أكثر من حل، يعني على الأقل على المستوى الاستراتيجي. أما تزيد إيرادك حتى تقدر توفي وتسوي تنوع الإيرادات، وهذا دائما إحنا يصير بحديث، أكو خطوات تتعلق بتقليص الإنفاق المتعلق أو توجيه مثلا إنفاق على الغاز وغيره. هذه التزامات مستمرة تحولها أنت، من تستثمر داخليا راح تقلل، من تسوي بعض المعامل البتروكيميائية والمصافي راح تمتص هاي المبالغ اللي تدفعها سنويا لشراء البنزين المحسن كالتزامات دولة أو لشراء الطاقة من الخارج. هذا إني تخففها عليك، راح تبدي أنت يعني نوع من هذا، شلون خلينا نقول التمويل العكسي، إذا أنت تجيك إيراد أنت على الأقل إنفاقك إنه تغير هندسته، إنفاقك تغير هندسته، الإنفاق المتعلق بالغاز، الإنفاق المتعلق بالطاقة وغيرها. وثانيا المتعلق بقضية الموظفين، أنا أعتقد إنه يعني تحويل بعض المؤسسات الحكومية خصوصا الشركات العامة إلى قطاع مختلط، قطاع مختلط تكون للدولة مساهمة أو ملكية، والملكية الأخرى هي للشركات أو للمساهمين ولرؤوس الأموال. هنا إحنا ممكن راح نبدي تدريجيا على الأقل ممكن يعني الحكومة تخف التزاماتها بجانب الموظفين، هذه الرواتب راح تكون هي نتيجة الإيرادات الخاصة بالشركات، وهي راح تنعكس وممكن أيضا تنعكس بعض الإيرادات من هذه الشركات لصالح الحكومة. يعني هذه كفكرة يعني زين. التعزيز القطاع الخاص هذا يقلل الضغوطات على الحكومة من قبل المواطنين للمطالبين بالتعيين وبغيره. بالضبط. لكن هي ما راح تقلل عند الإيراد والإنفاق، يعني ما راح تقلل عند الإنفاق، راح يبقى ممكن بالمستقبل تقلل. يعني ممكن هو هذا اللي دي يحكي عنه صندوق النقد، دي يقول أنت على الأقل خلال الفترة المتوسطة لازم أنت الحكومة عندكم فتخطة بهذا الاتجاه، بعدكم إنفاقكم عالي، الفاتورة اللي عندكم جدا عالية ويحتاج لكم نوع من أنواع. أستاذ نبيل، كونك اقتصادي، شنو اليوم اللي يمنع الحكومات من أن تعيد إحياء القطاع الخاص ونشاطه بالعراق؟ القطاع الخاص موضوع مو سهل، هذا القطاع الخاص تحدي عالمي. يعني شركات عالمية بأوروبا هم أهل الصناعة، هم أصحاب الثورة الصناعية، أفلست من وراء يعني العولمة حول العالم والصين وأسعار الصين، وما حد يقدر يتنافس. ترى الموضوع مو موضوع بسيط وسوالف، يعني موضوع القطاع الخاص الراد أول شيء عقلية تاجر وصناعي قاعد على رأس السلطة، يعرف إنه هاي الشغلة تربح إذا سويناها بالعراق، لو ما تربح. يعني مو أنا أقول تعال روح سوي الموبايل، لا، أنت لازم نعرف إنه تربح لو ما تربح، أكو ممكن إنه سوق سوف الموبايل، وإحنا حتى الجبن نستوردها. يعني بالمجمل احنا نتحدث عن السلع بكل انواعها، يعني نتحدث عن السلع انه لازم اكو يعني اكو عقليه تاجر وصناعي هو من يعني على الاقل متسلم صنم السلطه او على الاقل مسؤول عن هذه السياسات، وبالتالي حيعرف شلون يقدر انه يقدر يمشي بعض السلع او يحفز بعض الصناعات ويحفز بعض المعامل اذا كانت حكوميه او كانت اهليه، ويبدي حتى يسوي خطه للاستثمار، يعني خطه تنمويه للاستثمار، مثلا يوجه الاستثمار في قضايا معينه ويوجه بعض الانفاق الحكومي في قضايا الاستثمار في قضايا معينه. وصارت عندنا في قضيه مثلا الادويه، اكو توجه حكومي في قضيه الادويه، حسبوها الدوله الحكومه مجلس خاص سوى مال القطاع الخاص والحكومه، قالوا احنا اذا نستورد العراق 3 مليارات ادويه، 3 مليارات دولار، ليش ما احنا على الاقل نصنع لنا من هال 3 مليارات فد مليارين من هاي الادويه البسيطه اللي ما تحتاج مثلا تقنيات عاليه ولا تحتاج مختبرات خاصه. وهذه فهي كانت هذه فكره انت وراها تمنع وتكون السيطرة على حدودك، بالتالي هذه خطوة للأمام. بالضبط، هو هنا تبدي العقلية الصناعية، إنه طريق التنمية من الممكن أن يكون خطوة للأمام بتعزيز هذا الملف. طبعاً طريق التنمية ممكن يفتح لك آفاق كثيرة، يعني ممكن يفتح لك آفاق كثيرة إذا ما نجح المشروع، إذا ما نجح في استقطاب الاستثمارات الخارجية أو إنشاء المعامل. لكن هذه الطريق يحتاج له مو بس إنشاء الطريق، يحتاج لإرادة في السيطرة الأمنية والقانونية، يعني على هذا يعني على مدى طول مساحة العراق. نعم. يعني من الشمال للجنوب، هذه القضية يعني هم يراد لحكومات قوية، فيعني هذا يعني هم اكو
موضوع مو سهل يعني. نتفائل يا الالف ميل تبدا بخطوه. قول يا الله. قول يا الله. زين بالوقت اللي ينتظر الشارع والكثير من الذين يطالبون بتعديل او تطبيق قانون سلم الرواتب وتوحيد الرواتب بعد هذا التقرير يمكن تطبيق هذا الموضوع صار صعب جدا. الناس حق الناس تعرف ما تعرف اقتصاد وتعرف تعرف كل الناس تاخذ ملايين هم ياخذون التفاليس. الناس حقها بالنتيجه الناس تريد تحسين معيشتها تحسين معيشتها وهذا هم واجب حكومي ولازم اكو ايرادات حكوميه ولازم اكو قرارات شجاعه. يعني انا شنو يعني شنو 100,000 موظف يستلم خلينا نفترض 100,000 يستلمون رواتب جدا عاليه على حساب مليونين اخرين مثلا يستلمون رواتب منخفضه. اخفض ال 100,000 مهما كانت عندهم من يعني من امكانيه في الدعايه ضد الحكومه او ارتباطات او اخفضهم ال 100,000 اكسر رواتبهم في حين على الاقل احقق العداله. يعني انا اعتقد هاي اهم رساله للمسؤولين ورئيس مجلس الوزراء تحديدا. اخو ليش ما نعدل مثلا رواتب المتدنيه جدا ال 500 وهاي يعني اليوم اذا نحكي مثلا على سعر الصرف الحالي ابو ال 500,000 شلون يوصل ال 15 بالشهر مو ال 30 بالشهر. انا اذا اقول اخذوا من الرواتب العاليه زين وطول الرواتب هذا ونفذوا هذا القرارات بشجاعه. انا ادعو الحكومه تنفذ هذه القرارات بشجاعه، ما تهتم ذول ال 100,000 واحد او ال 200,000 واحد ياخذون مرتبات عاليه او عندهم قوانين خاصه نعطيهم تخصيصات في 100% او 200%. ما نحاول يعني واحد يصير عنده شجاعه وينفذ هذا القرار وفي مال له بغض النظر عن تبعاته، يروح نصب العالم على الاقل تحقيقا للعداله. لان الحكومه ما عندها قدره تنفق اكثر، واذا انفقت اكثر وزيدت الرواتب اكثر ترى على حسابي وحسابك، على حساب بناء المستوصف، بناء المستشفى، بناء الشارع، احنا من خارج القطاع الحكومي لا يجوز يوصل اكثر. هم بين الحاله اذا نستلم الراتب، احنا على الاقل نستلم الخدمات بشكل غير مباشر. اذا نزل النفط يمكن حتى ما تقدر تسدد حتى ذني طبعا، وحتى على مستوى الراتب جزء غير قادر على تسديدها. زين نرجع للخطوات الحكومه، تحدثت انه الخطوات اللي خطتها الحكومه لحد هسه جيده نوعا ما، استطاعت ان تسيطر على التضخم زين، بالتالي شنو الخطوات اللاحقه اللي تحتاجها الحكومه حتى نقول انها تسير بالاتجاه الصحيح؟ هي يعني هو يعني في قضيه الاقتصاد والاصلاح الاقتصادي، هو يعني قضيه الاقتصاد هو يعني تحدي دائم بصراحه يعني زي. يعني ما راح ينتهي بمجموعه من الخطوات، يعني بخطوه خطوتين. العالم مشغول ويثابر في كل سنه وفي كل موقف لتحسين المزايا الاقتصاديه، وايضا يتبع المتغيرات اللي تصير حول العالم زي. او المتغيرات الاقتصاديه، فدائما هو في قضيه الاقتصاد تحدي دائم. احنا بعدنا في بدايه المشوار، لكن من نقول اكو شخص بدا يتفهم المشكله الاقتصاديه، على الاقل احنا نريد واحد يفهم المشكله الاقتصاديه حتى يوجد لها الحل. من بدا يتفهم المشكله الاقتصاديه احنا لمسنا من بعض التصريحات الحكوميه متعلقه او بعض الخطوات الحكوميه وبعض السياسات الحكوميه زي. تفهما للمشكله الاقتصاديه العراقيه، وهم خلوا بعض الحلول واحنا نقول لهم خلوا حلول اكثر في يعني في قضايا الاصلاح الاقتصادي. جيد. صندوق النقد الدولي اشاد تعزيز تنميه اللي يقودها القطاع الخاص، شنو التنمية اللي يقودها القطاع الخاص بالتحديد؟ يعني هاي والله ما أعرفه يعني شنو التنمية. احنا بعدنا نعتقد يعني القطاع الخاص يعني بعده ما عنده مساهمة كبيرة يعني، والدليل الأرقام تتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي، مساهمة القطاع الخاص بعدها محدودة، والمساهمة الأعظم هي في مجال التجارة، يعني هاي قضايا المحلات والبيع والبيع بالجملة وبيع بالمفرد، فهذه المساهمة هي مو مساهمة تنموية، يعني مو مساهمة تنموية. لكن اذا تحدثنا مثلا عن يعني ممكن اشارته كانت مثلا لبعض الاستثمارات الرئيسيه في قضايا الطاقه، يعني طبعا قطاع خاص محلي واجنبي، يعني في مجال الطاقه، في مجال المصافي، يعني ذني ممكن اذا ساهم به القطاع الخاص هنا احنا ممكن نقول يعني راضين، يعني باعتبار انه اكو مساهمه حقيقيه، اكو اقتصاد اخر دا يشتغل بدا ينمو المفروض اللي هو غير اقتصاد الحكومه اللي هو طاغي على الاقتصاد العراقي، اكو اقتصاد اخر حتى اذا خفضت تبدا الاقتصاد الحكومي ممكن هذا الاقتصاد باقي مسيطر
وما بشكل على الأقل أزمة على مستوى البلد. تشكل نسبة كبيرة من الموازنة، بالتالي اليوم نحكي عن أرقام ما المواطن مو على اطلاع بها مثلا تام. شو قد تأثر من نسبة مثلا إذا نتحدث عن الغاز المصاحب والغاز المستورد من الدول الجوار، بالتالي لو استطعنا توفيره داخليا شو قد ممكن يأثر؟ الغاز بحدود 3 مليارات دولار سنويا أو أكثر، شراء طاقة بيها مليار هاي أربعة، بنزين 3 مليارات، سبعة مليار دولار، حدود 10 تريليون دينار عراقي. إيش قد تقدر تسوي بيها شغل؟ هاي الناس اسم على محافظات اللي يتعاركون على تريليون تريليونين، هذني 10. زين، إيش قد حجم الاستيراد العراقي السنوي من البضائع والسلع وغيرها؟ هو يعني بين 40 إلى 55، يزداد ويتغير حسب يعني الوضع الاقتصادي والنشاط الاقتصادي. هذا اللي يأشر عندنا مجموع الحوالات اللي تطلع يعني بشكل رئيسي، وأيضا يأشر عندنا البيانات التصديرية من الدول، يعني من الدول إحنا دائما عندنا شراكة وياها، من الصين، من الإمارات، من إيران وتركيا ودول أخرى، سعودية، الولايات المتحدة، تأشر عندهم بياناتهم خاصة بالتصدير، فتأشر عندنا بحدود 55، يعني معدل بحدود 50 مليار دولار تصعد وتنزل. شلون نشوف هاي النسبة كخبير اقتصادي؟ وأكو طرق أنه ممكن أن نقلل هاي النسبة؟ شنو المعالجات الحكومية؟ إحنا لازم هو هنا تقريبا العقلية الاقتصادية هاي 55 تباوع لهاي 55، شنو القادرين على الإنتاج داخليا؟ كل شيء تنتج داخليا معناها شغلة ناس، معناها ربحة ناس، معناها النقد العملة الصعبة بقت تستفاد من عندها في مشروع آخر، في قطاع آخر، يعني تنعكس عندك على مصالح. كل ما هاي ال 55 اتجهت نحو تقليلها على الاقل في السلع، بدل لا تروح باتجاه سلع استهلاكيه وديها باتجاه سلع استثماريه. يعني انت المليار تشتري به نستل والبان، هذه اذا اشتريت بمكان هو نفس المليار، لكن مكان راح يبدي يعود لك بالربح، مكان، سيارات، اليات، نتحدث عن اليات انتاجيه، معامل، طاقة، يعني محطات طاقة، أحسن ما تشتري بها نستلة وألبان اللي هي راحت بنفس السنة، راحت كسلعة استهلاكية وانتهت. زين، ليش ما تذهب الحكومات بهذا الاتجاه؟ ما أول الحكومات ما جانك واحد يعرف بالاقتصاد، يعني عادة هذا الحديث ما حد يعني ما حد يتناوله. مع العلم هذا الحديث هسه تروح لأي أي سياسي بأوروبا بأمريكا تلقى هذا الحديث هم اللي يحكون به، يحكي دائما بنسب البطالة، بالناتج المحلي الإجمالي، بحجم الاستيرادات، حجم التبادل التجاري، هذا الحديث اللي يصير عند السياسيين. إحنا سياسيين ما يحكي بهالقضايا، ما يعرف به ولا يحكي به. فإحنا إذا نشوف هاي الحكومة أكو لمسة، أكو يعني بهالاتجاه، فهذا المعرفة بهذا التوجه مهمة حتى تنعكس على شكل. إيش قد من الوقت نحتاج إلى أن نستطيع يعني نتقدم ولو مرحلة بسيطة بهذا الوقت؟ الله ما أعرف، ماكو، إحنا ما عندنا يعني حد استراتيجية، ماكو. إحنا إذا نتحدث إنه إحنا نشوف خطوات إيجابية، لكن هاي الخطوات ما مبنية على خطة حتى أنا أقيم لك الخطة، يعني مو هي أكو خطة معينة وإذا نقول إنه أكو تقدم وممكن إذا سرنا على الخطة وتنفيذها راح مثلا نوصلها. إحنا نشوف شو مثل بعض القضايا الارتجالية، يعني بعض الأفكار ده تطبق من الناحية من التقييم الاقتصادي ممتازة 100%، لكن حجم ترابطها، نجاحها، ارتباطها ببعض القضايا الأخرى ما معلوم. هسه باكر تغيرت الحكومة، ممكن تجي حكومة ثانية ما تعرف بالموضوع بشكل نهائي، ونرجع احنا مثلا 10 سنوات لورا، جزء مو سنة اللي قدام. فأنا حتى أشوف موضوع التفاؤل بهذا الموضوع من الناحية الموضوعية انها قضية مبالغة. زين، اذا نريد نحكي على انتاج السلع، رؤوس اموال موجودة بالعراق، تجار عندنا، شركات القطاع الخاص من الممكن ان نشاهدها وبسرعة، تعرف القطاع الخاص سريع بهذه الامور، مو مثل القطاعات الحكومية كتب وش اسمها وغيره. بالتالي اليوم نحتاج من الحكومة ان تحمي القطاع الخاص، تحمي التاجر. اليوم التاجر اذا فتح مثلا انتج جبن، غيره، قشطة، اي نوع من الامور البسيطة اللي موجودة بالسوق حاليا، اذا يبيع تكلفه 750 وبالسوق المستورد بربع، فبالتالي راح يخسر ورا شهر يعزل. واجب الحكومة تحمي التاجر العراقي، واجب الحكومة الاساسي تجاه القطاع الخاص حماية المستثمر والتاجر، حمايته من البضائع الخارجية، حماية المستهلك من التاجر الداخلي، حتى حماية المستهلك من التاجر الداخلي.
من جشع ممكن جشع التاجر ليش هسه مو تشوفون مثلا مشاكل الاستثمار واسعار مثلا حمايه المستهلك زين من التاجر هم هذا هم وظيفه الحكومه وظيفه الحكومه التنظيميه هي الشكل الرئيسي للقطاع الخاص يعني هي حمايه المستهلكين وحمايه المنتجين زين. يعني المنتجين هم التجار المستثمرين اصحاب المعامل وايضا حمايه المستهلكين من نوع البضاعه شكل البضاعه شلون تقدر الحكومه تحمي التاجر باي طرق هي هاي قوانين تدرسها واجهزه تنفيذيه يعني تنفذها يعني قوانين واكو قوانين بالمناسبه نعم. لكن يعني قوانين يعني تنفيذها هو المعطل يعني قوانين تكتب وتدرس وممكن هذا واكو اجهزه امنيه وغير امنيه وقضائيه تنفذ هذه القوانين وتعكس هذا التنفيذ هو للمصلحة العامة اللي تحمي به كل الحقوق حقوق المستثمر والتاجر وحقوق المستهلك يعني وغيرها من القوانين نعم الخبير الاقتصادي أو الاقتصادي الأستاذ نبيل جبار العلي أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة شكرا جزيلا لك إذن مشاهدينا مستمرين معكم بحصاد الليلة لكن بعد هذا الفاصل افتتحت مفوضية الانتخابات الاتحادية الطريق أمام الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان التي من المقرر إجراؤها في 10 من الشهر المقبل بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية مراقبون في الشأن السياسي استمرار الخلافات داخل البيت الكردي لن يسهم في إجرائها في الموعد المحدد لتدخل بعض الأجندات الخارجية في حزب برزاني وضرب الحزب الآخر اليوم إذا لم يكن اتفاق وتنسيق بين الطرفين لم تكن انتخابات ليس في منطقتنا الشمالية وإنما في جميع الانتخابات إذا لم يكن تنسيق بين الحزبين واتفاق وترتيب لم تكن انتخابات وأنا برأيي يوجد تأجيل مرة أخرى مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني للانتخابات بسبب قرارا للمحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بتقسيم كردستان إلى 4 مناطق انتخابية ومشاركة باقي الأقليات الأمر الذي لا يتوافق مع سياسة الحزب المتعنت بالسلطة يجب أن يكون هناك تغيير لأقليم كردستان وخاصة بالنسبة لحكم برزاني حكم برزاني أعتقد يعني طال مدته فهذا الشيء يعني سلبي لذلك يجب أن نضع مجال للتغيير في أقليم كردستان لكي يكون هناك مجال لسياسيين آخرين هذا بالإضافة إلى رفضه لنسبة تخفيض نسبة الميزانية المالية اللي وضعها رئيس الوزراء لكل المحافظات الموجودة بالعراق فليش هو يرفض الميزانية المالية الموجودة في أقليم كردستان بارتي الكردستاني بحزب البرزاني مصرين على عدم المشاركة وجعلها غير دستورية بسبب مشاركة بعض المكونات وخوفا على مناصبهم أن تذهب لغيرهم المفوضية العليا للانتخابات تطالب بإجراء انتخابات برلمان كردستاني بموعدها المحدد وحزب الديمقراطي الكردستاني يهدد بمقاطعتها بسبب مشاركة بعض المكونات الذي وصفها بالغير دستورية من بغداد شيبان سامي الأيام الفضائية إذن مشاهدينا نفتتح وإياكم الملف الثاني ونتحدث عن تأجيل أو طلب المفوضية تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان وأيضا عن زيارة السيد مسرور بارزاني إلى بغداد ينضم معنا عبر سكايب للحديث عن هذا الملف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي مرحبا بجنابك أهلا بحضرتك نعم وقناتكم الكريم سيد أحمد بداية كيف تقرؤون زيارة سيد مسرور بارزاني إلى بغداد ولقاء بشخصيات زعماء أحزاب رئيس حكومة وقياديين في العاصمة بغداد اليوم تفضل يعني الزيارة تأتي لأن هناك العديد من الملفات العالقة بين بغداد وأربيل موضوع الانتخابات أيضا موضوع الموازنة والرواتب وأمور عديدة لذلك الزيارة تأتي والملاحظ أنه بعد انتهاء هذه اللقاء السيد السوداني ظهر هناك بيان ولكن تحدث عن خطوط عريضة دون الخوض بالتفاصيل الزيارة أو ما هي المخرجات لذلك هناك الكثير من الملفات العالقة موضوع التوطين موضوع حصة كردستان أمور عديدة بانتظار أن يتم حسمها من قبل يعني الفترة المقبلة هناك الواردات النفطية غير النفطية
هناك تحدث أن ربما الأسبوع القادم سيكون اجتماع مهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية في أقليم كردستان مع الشركات الأجنبية العاملة في الأقليم، هذا فيما يخص جزئية الموارد النفطية. الموارد غير النفطية أيضا يعني الاتفاق على ما هي المستحقات التي يجب على حكومة الأقليم أن تسددها، أيضا موضوع الانتخابات وخاصة بعد المتغيرات الجديدة، وموضوع يعني قرارات الهيئة القضائية، ومن ثم كتاب المفوضية الموجه لرئاسة الأقليم في تحديد موعد جديد لانتخابات أقليم كردستان. وطرحت المفوضية موضوع أيلول، بداية أيلول القادم، لذلك وصل هذا الجو تأتي هذه الزيارة على أمل أن مخرجات هذه الزيارة تتضح في الفترة المقبلة، لأن كما قلت لحضرتك عادة هكذا الزيارات يخرج بيان يتحدث عن أمور أو لغة خطاب سياسي غير واضحة المعالم. الفترة المقبلة ستتضح يعني مثلا ما ستسفر الأمور فيما يخص العلاقة بين بغداد وأربيل وموضوع الانتخابات وموضوع التوطين والأمور الأخرى. الانتخابات، أولا أستاذ أحمد إذا تسمح لي أنتقل إلى رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدكتور عماد جميل. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا بجنابك دكتور. ما هي الأسباب الرئيسية اللي دفعتكم للمطالبة بتأجيل الانتخابات في إقليم كردستان؟ وهل هناك يعني مشاكل لوجستية أو فنية تواجهونها؟ مساء الخير عزيزي. في الحقيقة المفوضية كانت ملتزمة بجدول عملياتها وأدت ما عليها، لكن تعرف هنالك شكوى قدمت من رئيس حكومة الإقليم للمحكمة الاتحادية، وبذلك أصدرت المحكمة الاتحادية قرار ولائي مما شعب المفوضية صرف الإجراءات الفنية وكذلك المالية. وأيضا المحكمة أو الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات أصدرت قرار بأن تكون هنالك 5 مقاعد للمكونات، وهذا يؤثر على الإجراءات الفنية للمفوضية في الحقيقة، ولم بذلك تأخرت في إجراءاتها، وهذا أدى إلى تأجيل موعد الانتخابات في الحقيقة. هو لم يكن فنيا ولا إجرائيا وإنما قضائيا. جيد دكتور، هل هناك جدول زمني مقترح من قبل المفوضية على تحديد موعد للانتخابات؟ نعم، قدمت المفوضية طلب لرئاسة حكومة الإقليم بتحديد موعد جديد للانتخابات، واقترحت أن يكون في 5 أيلول 2024. نعم جيد، تم التنسيق مع الأحزاب الكردية بخصوص هذا الموضوع قبل اتخاذ قرار المطالبة بالتأجيل، وكيف يؤثر التأجيل برأيكم على العملية الديمقراطية في إقليم كردستان؟ الحقيقة المفوضية هي تلتزم بالقرارات المعنية الخاصة الصادرة من الهيئة القضائية للانتخابات، وبذلك تم الاتفاق مع رئاسة الإقليم بأن هي السلطة المخولة بتحديد موعد جديد للانتخابات، وهذا الموعد سيكون في الحقيقة يخضع إلى جدول عملياتي مكمل للعمل السابق للمفوضية باستعدادات الانتخابات، وستفتح باب الترشيح وتقديم القوائم للانتخابات، وأيضا القوائم القديمة معمول بها، لكن راح يكون هنالك تحديث على المرشحين فيها. نعم، المتحدث أو رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدكتور عماد جميل، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. أستاذ أحمد أعود لحضرتك، كيف تنظرون إلى تأجيل الانتخابات أو طلب تأجيلها من قبل المفوضية في إقليم كردستان؟ وهل هناك اتفاق بين الأحزاب الكردية على موعد جديد، نفس الموعد الذي طالبت به المفوضية، أم هناك ربما اتفاق على موعد آخر؟ أستاذ العزيز، حتى تتضح الصورة، الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى المؤثرة في الأقليم هي كانت مع إجراء الانتخابات في موعدها في 10 حزيران القادم، يعني كما أشار السيد عماد جميل، بسبب شكوى رئيس حكومة أقليم كردستان في المحكمة الاتحادية وصدور الأمر الولائي، ثم يعني الهيئة القضائية المشرف على الانتخابات أصدرت قرار إعادة 5 مقاعد للكوتا وإدخالها ضمن 100 مقعد، يعني نتحدث عن 95 مقعد عام و5 مقاعد لكوتا المكونات. يعني كما أشار السيد عماد جميل أن المفوضية هي جهة تنفيذ للانتخابات، لذلك هذه الأمر الولائي
قرار الهيئة القضائية، يعني كان هناك جدول عمليات للمفوضية وأمور فنية ولوجستية أخر هذا الموضوع بعض الشيء، لذلك نحن كاتحاد وطني نحن ما أجراها في موعدها وما أجراها بأي موعد إن كان هناك تأجيل، يعني لذلك عملية تحديد الموعد لا تتعلق بطرف سياسي واحد، يعني لا يمكن لطرف سياسي تحديد الموعد أو فرض موعد أو إلغاء الانتخابات أو إجراءها. هناك عملية خاصة في هذه الانتخابات يعني بسبب أن الخلافات الكردية لم تستطع القوى الكردية أن يصلوا إلى قانون انتخابات، وأيضا يعني مفوضية كردستان التمديد لها أصبح غير قانوني نتيجة تمديد البرلمان وقرار المحكمة الاتحادية بحل البرلمان. إذا نحن نتحدث الآن أيضا عن إشكالات قانونية لموضوع المحكمة الاتحادية والأمر الولائي والدعاوي التي وأيضا الهيئة القضائية، نتحدث كان هناك إطار قانوني غير محدد، الآن تم حسم الإطار القانوني للانتخابات، نحن أمام الأمور واضحة من حيث المقاعد. لذلك وأيضا المفوضية أعلنت بكتاب مرسل لرئاسة الأقليم بأنها مع إجراء الانتخابات في يعني حددت جدول عملياتي غير قابل للتأخير أكثر من ذلك، بأنه ممكن يكون بداية أيلول أو 5 أيلول بالتحديد هو موعد مناسب لها. جيد أستاذ أحمد، برأيك هل يؤثر التأجيل على العملية الديمقراطية في إقليم كردستان؟ يعني بصورة أخرى إجراءها في موعدها أفضل، كل تأخير يعني مثلا لا يصب، يعني هذا يرسل رسائل سلبية للداخل للخارج لبناء المؤسسات في أقليم كردستان، ولكن أيضا موضوع يعني لم يتبقى سوى 2.5 شهر، يعني ليس بالمدة الطويلة يعني أو الكبيرة لإجراء الانتخابات، ولكن نحن مع إجراءها في موعدها، كلما كان هناك سرعة في إجراء الانتخابات أفضل من تأخيرها، لذلك لا نتمنى أن يكون هناك تذرع أو خلق ذرائع وحجج من قبل الطرف السياسي الآخر، نتمنى إجراء في موعده، والاتحاد الوطني الكردستاني مستعد لإجراء الانتخابات في أي وقت، إذا كانت هناك انتخابات يوم غد كما أشار أحد قيادي الحزب فنحن مستعدين لإجراءها يوم غد، يعني هناك استعداد يعني فني ولوجستي ونفسي أيضا للاتحاد الوطني الكردستاني للدخول في هذه الانتخابات. النتائج الجيدة التي حققناها في كركوك ونينا وديالة وصلاح الدين، أيضا الخارطة السياسية، نظام الدوائر المتعددة سيخلق التنافس الحقيقي بين الأطراف، حتى موضوع المكونات لن يتم استغلالها من قبل طرف سياسي واحد كما كان سابقا، سيكون هناك تنافس بين هذه المكونات لاختيار ممثلين حقيقيين، لأن الحكمة في موضوع الكوتا المشرع العراقي وفي أقليم كردستان هو اختيار ممثلين حقيقيين وليس استغلاله من قبل طرف سياسي واحد. لذلك هناك الكثير من المتغيرات النوعية في هذه الانتخابات مع مشاركة سياسية نتمناها جيدة لمواطنين الأقليم، سنتحدث عن خارطة سياسية مختلفة عن السنوات السابقة أو على الأقل تمثيل حقيقي، أن كل محافظة سيكون لها نسبة من أعضاء البرلمان أقليم كردستان يتناسب مع الكثافة السكانية، وهذا كان غائبا يعني في السنوات السابقة. جيد سيد أحمد، نتحدث عن زيارة السيد مسرور بارزاني إلى بغداد، يعني بعد حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، هل لا تزال هناك مشاكل عالقة كبيرة حتى اللحظة ما بين حكومة المركز والإقليم ربما سيتم طرحها خلال هذه الزيارة؟ يعني أنا أتحدث معك بصراحة أستاذ العزيز، حتى هذه اللحظة لا يوجد حل جذري، يعني نعم كانت هناك بادرة جيدة من قبل الحكومة أرسلت رواتب آذار ونيسان، وأيضا هناك حضرتك تعرف السلك المدني والسلك العسكري في يعني وهذا موجود أيضا في بغداد، المدنيين استلموا الرواتب، الآن العسكريين أيضا لم يستلموا الرواتب، وهذا بصراحة يعني مشكلة. الأخوة في قوات البيشمركة هم يمرون بظروف صعبة، أكثر من 2 شهر لم يستلموا، يعني دخلنا أكثر من 50 يوم، يعني هم لم يستلموا راتب شهر أيار وشهر أيار قارب على الانتهاء، لذلك هنا وراتب نيسان أيضا، يعني هنا تكمن المشكلة، أنه الحلول الجذرية غير موجودة، دون وجود حل جذري ستعاود الأزمات مرة أخرى، يعني أو تأخر الرواتب لشهر أو 2 شهر أو هذه الصيغ يعني أو هذا التفاوت في وجهات النظر الموجود بين الطرفين، لذلك نحن نتمنى أن يكون هناك حل جذري، لأن نعم هناك بادرات جيدة من السيد رئيس الوزراء، الرغبة موجودة لحل الإشكاليات، ولكن يعني في بيان أنه نتمنى أن لا يتم يعني موضوع الرواتب في بغداد وأربيل. قرار المحكمة الاتحادية أشار لهذه الجملة أثناء قرار المحكمة الاتحادية الخاص بموضوع التوطين في 21 شباط الماضي، لذلك أنا كما قلت لحضرتك دون وجود حل جذري ستعاود الأزمات مرة أخرى بين بغداد وأربيل، ولكن الأمور في صيغة الحل الجذري أيضا ممكن حلها إذا توفرت الإرادة.
كيف سيتعامل ساسة الإقليم مع موضوع التوطين؟ هل سنشهد أيضا اعتراضات على هذا الموضوع أم أن الأمر مرحب به وسيمر بسلاسة وربما يكون أول خطوات الحل لهذه الأزمة؟ يعني حضرتك أشار ساسة الإقليم تقصد الأحزاب السياسية، كل حزب سياسي له فكرته، ولكن نحن يهمنا هنا الأهم والمواطن. المواطن يهمه أن يأتي الراتب كل شهر دون هذه التفصيلات، يعني إذا كان التوطين عبر مصرف اتحادي أو مصرف في الأقليم له أيضا يعني ربما له إجازة في بنك المركزي العراقي، هناك هذه التفصيلة أيضا غير واضحة. هناك من يقول أن التوطين يجب أن يكون حصريا من مصارف اتحادية، هناك مشروع حسابي تابع لحكومة الأقليم، حتى الجزئية فيها اختلافات، ولكن المواطن بصراحة أخي العزيز لا يهمه هذا التفاصيل بغض ما يهمه ما هو الراتب، هل سيستلمه يعني أسوة بالمحافظات الأخرى ولا يتأخر الراتب ولا تستمر هذه الأزمة المستمرة 10 سنوات. قلت لحضرتك هناك جزئيات مالية فنية سياسية، يعني الكثير من الأمور نتمنى يعني أن تتبلور إلى حل شامل وحل مستمر ومستقر ودائم، وليست حلول ترقيعية جزئية. الحلول الترقيعية الجزئية هي أفضل من لا شيء، ولكنها لا تستطيع أن تحل كل الإشكالات العالقة. الآن الأمور واضحة فيما يخص الواردات النفطية، الواردات غير النفطية، وأمور التوطين والأمور الأخرى، بانتظار أن يصبر على اتفاق شامل مستمر، يعني ولا تكون هناك اتفاقات أو أمور جزئية تحل المشكلة، ولكن لا تستطيع أن تلغي المشكلة من الأساس والجذور. نعم، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، شكرا لك. إذن مشاهدينا، ختام الملف الثاني بأبرز ما جاء في منصة إكس حول انتخابات إقليم كردستان وزيارة السيد مسرور بارزاني إلى بغداد. إذن ختاما بموجز الأخبار. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني يبحث مع رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني الأوضاع العامة في عموم البلاد ومناقشة عدد من الملفات والقضايا على المستوى الوطني. وزير التخطيط يؤكد استعداد الوزارة بجميع مواردها لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن الذي سيجري في 20 تشرين الثاني المقبل. وزارة الداخلية تعلن البدء بمشروع تحويل بطاقة السكن من الورق إلى الإصدار الإلكتروني العام الحالي. وزير العمل يؤكد بأن مجلس الوزراء سيصوت قريبا على زيادة جديدة للحد الأدنى من رواتب التقاعد المضمونين. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.